السلام عليكم. بعدا سميتي جمنه المشواض، شعبه اس في تي، كنقرا في الثانويه تاشين اليوز. دوزنا اليوم كان ماتش شويه صعيب، كان شويه طويل، ولكن على العموم مزيان، والحراسه كانت شويه مشدده ولكن ماشي ديك الدرجه ديال زعما اللي غادي من ستريس. كان عندي امتحان صراحه وصافي دوزنا مزيان، وكانت الاجواء مزيانه، وكان الكام في القيسم خدمنا مزيان الحمد لله، ونتمنوا يكون خير ان شاء الله. صراحة القسم ما كانش كافي بزاف حيت كان مطول بزاف وما قدناش شوية الوقت، ولكن نتمنى يكون خير ان شاء الله. سميتي عبد الاله، شعبة اس في تي فرونسي، داكشي داز بخير، والاساتذة كاينة، الحراسة كل واحد دير خدمته، المدير دير خدمته، نظام زوين، والماط جا هو هذاك، ما صعيب ما ساهل، المهم داكشي اللي وجدتي هو اللي كتلقى، وشكرا للاطر وكلشي. يعني بالك مناسب على التوقيت؟ توقيت بين وبين 3 سوايع مناسبة، وما قديش المحتوى ديال الامتحان كان في المتناول ديالك؟ المحتوى حيت داك الشيء اللي كتراجع، كدوز التمارين بزاف، دوز بزاف التمارين، الحمد لله داك الشيء جا وادك راجعت مزيان. السلام عليكم. أول حاجة معكم محمد أمين باهية. المهم بالنسبة للحراسة فهمتي، كانت في المستوى داك الشيء الحراسة فهمتي، داك الفورو وداك الشيء اللي من البارح حتى اليوم، الكونطا وعشية دوزنا لونجلي، واليوم دابا دوزنا الماتش، داك الشيء في المستوى اللي مراجع راه غادي يجاوب، اللي ما بريباري مور راه ما غادي يجاوب مور، غير قام مشكلة، داك الشيء اللي قرينا موم، داك الشيء اللي قرينا قرينا محظوظ، ما كاينش حاجة مزيودة، ما كاينش حاجة ناقصة. توقيت المحتوى ديال الامتحان هو كان توقيت شوية فهمتي، شوية مزير، توقيت فهمتي ما قدناش. ولكن الحمد لله على كل حال هو زايرو معنا واحد، ولكن فيها خير، فيها شويه خير، ونتمنوا من الله يكون خير. السلام عليكم ورحمه الله. الامتحان كان في المتناول، وبالنسبه اللي راجع راه غيلقاه مزيان. الحمد لله انا راجعت شويه، بريباريت شي شويه بزاف، وكان داكشي اللي بريباريت هو اللي لقيت. هما كانوا واحد الصعوبات في الاسئله، اسئله خاصك تحاول تفهمهم الا بغيتي تجاوب، وكل شيء كان مزيان الحمد لله، ودوزنا مزيان. والفرض راه ماشي شي فرض صعيب نيت، ولكن اللي خدم راه غيلقى داك اللي خدمتي، غتلقى داكشي اللي خدمتي، ما خدمتيش راه غيجيك صعيب. هو التوقيت اليوم المات كان نقولوا كافي واحد شويه، ما بالنسبه للفيزيك البارح اللي كان شويه صعيب، الوقت ما قدناش فيزيك، ولكن في المات اليوم قدنا الحمد لله، وباقي هو الى كنتي مبريباري واحد شويه غيجيك الوقت مضيق. اما بالنسبه للبارح فيزيك فكان على الاقل كان خاص 4 سوايع بالنسبه لي انا، حتى كان طويل وفيه كتبه بزاف، من ان سؤال كتلقاه تلقى سؤال صغير ولكن الجواب ديالو خاصك واحد الورقه ولا ورقه ونص باش تكمل. شكرا على المشاهده، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.